سلامة الشيء في الخارج. يحب مزيد من الناس الطهي في الخارج أثناء الجو الدافئ. اتخذ بعض احتياطات السلامة المهمة قبل أن تشغل الشواية. كيف تظل سالماً؟ شوايات الهواء الطلق مصممة للاستخدام في الخارج فقط. إياك والشيء داخل المنزل أو المرآب. يمكن لأول أكسيد الكربون وهو غاز بلا لون ولا رائحة أن يتراكم ويصير مميتاً. انصب شوايتك في منطقة مفتوحة بعيدة عن المباني والأسقف أو رفاف السطح الناتئة، أوراق الأشجار والأجمات الجافة بمقدار 3 أقدام أو 90 سنتيمتراً على الأقل. إياك وترك الشوايات بدون مراقبة أثناء الطهي. حافظ على مسافة آمنة قدرها 3 أقدام حول الشواية لا يسمح فيها بتواجد الأطفال والحيوانات الأليفة. في حالة شوايات الفحم، اترك الفحم يبرد لمدة 48 ساعة قبل التخلص منه. إذا لم تتمكن من الانتظار، فاغمر الفحم بالكثير من الماء واقلبه لضمان انطفاء النار. إياك ووضع الفحم في حاوية بلاستيكية. للمزيد من المعلومات قم بزيارة seattle.gov/fire.